صبحكم الله بالخير اخواني واخواتي. رسالتي اليوم الصباحية الى وزارة التعليم والى مدراء المدارس. لما انا الطالب يجي متأخر المدرسة، طيب اجراءكم توقفون عند الباب ساعة الحصة الاولى ان شاء الله. الاجراء الثاني اذا تكرر الغياب او التأخير يرجع الى البيت ان شاء الله. وبعدين انا اقصد فيها ايش الفائدة المرجوة او المنتظرة لما انا ارجع الطالب او الطالب البيت؟ عقاب حق من؟ للطالب. الطالب كان مستانس قاعد في البيت يلعب راقد طالع مع ربعه رايح لكافيه، العقاب حق من؟ هل هذا هو عقاب تربوي صحيح ان انا اعاقب طالب جاء متاخر او تكرر الغياب تكرر التاخير لاي سبب إن كان عاقب اقول له والله ارجع البيت؟ طيب انا كولي امر مش قادر اطلع من دوامي عشان اروح اخذ ولدي او اني اروح للبيت لان ولدي قاعد في الشارع مثلا او قاعد يلعب برا، لانه هو في الاخر غير مدرك لهذا القرار، ما يدري ان هذه عقوبة له، هو بالنسبة له هي اجازة له. والدليل تلقى قاعد يلعب مستانس حاط له تلفزيون قاعد مع جواله راقد، لانه هو مش عارف يسوي في الوقت هذا اللي هو 4-5 ساعات لين الساعة 1:30 2 لما يرجعون اخوانه او هلا البيت. رجاء خاص عيدوا النظر، أوجدوا حلول بديلة، لكن لا تقول لي أرد الطالب البيت، لا هو بالنسبة له هو إجازة مستانس، مش بالنسبة له عقاب وإنه يعني قاعد يصيح وندمان، لا هو مش مفتكر أصلا في الأمر. فرجاء خاص الله يجزيكم خير، عيدوا النظر 3 مرات أقول لكم إياها في هذا القانون أو هذا القرار، إن إذا الطالب تكرر التأخير رجع البيت. لا انا اقترح عليكم ادخل المدرسه وادخل حصه تقويه، اللي تاخر عاده تكون عنده ضعف شويه في بعض المواد، ادخله تقويه خلي يستفيد من وقته، مش ارجع البيت، لان انت بالعكس انت اعطيته فرصه انه يلعب ويستانس ويلعوز الناس ويطلع في الشارع. طب انا كولي امر شلون اضبط سلوك ولدي اذا هو برا الشارع واذا انا في الدوام مو قادر اطلع او مش قادر استاذن؟ لا تطلع هاوشه وبعدين ان شاء الله يبقى يسكر بيطلع، من يدري. أرجع أقول يا جماعة الخير أرجوكم رجاء خاص، هذا العقاب اللي أنتم تشوفونه للطالب هو أصلا عقاب لولي أمر، لأنه مو بعرف كيف يتصرف، حاول قد ما استطاع يحل المشكلة هذه يمكن ما قدر. فأرجوكم رجاء خاص، يعني صح هذا قرار ولا قانون ولا إيش اللي هو، ولكن في الآخر أيضا الراعي ظرف آخر، أنه في البيت ما في حد، في البيت عادة ما يكون في حد موجود، لأن الفترة الصباحية عادة الكل في يا في مدرسته يا في جامعته يا في دوامه. يقعد مع من؟ يقعد مع الخدم الدريولية؟ ولا يقعد مثلا في الشارع؟ أرجوكم رجاء خاص عيدوا النظر، لأن كثير من الأمور كلموني في هذه النقطة وقالوا يا أستاذ حسن كلم الوزارة لأن بالفعل هناك مشكلة في الموضوع هذا، أنتوا لا توقعون، هو لا تصور أنت لما تتخذ هذا الإجراء أنه خلاص سجلت أنه أخذت إجراء خلاص، ها أنا طلعت رديت البيت، رديت البيت حق من؟ من عنده في البيت؟ يا أخي بعد راعوا ظروف أولياء الأمور. والله المستعان.